تعالى اتفضل يا مس. انا اسمي نور. اهلا، انا اسمي اكرم. انا عارفه اسمك على فكره. والله طب ادخلي بقى دلوقتي يا نور. ايه يا بابا، مش بسلم على العريس؟ هو انت مخلف يا سمير؟ ده موضوع عايز قاعده لوحده. تعالى اتفضل. هو ايه دي؟ دي شوكولاته ليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا اكرم بيه. اهلا وسهلا. ازيك يا حاج؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل نورت البيت. اهلا بيك. ازيك؟ اتفضل. شكرا. نورتنا يا مستر. ربنا يخليك، ده نورك يا حاج. تسلم ايدك. انا من زمان نفسي ازوركم والله يا حاج. واحنا كمان والله يا ابني. سمير من ساعه ما اشتغل معاك وهو بيقول عنك قصايد. سمير ده ابن حلال. ربنا يخليك يا مستر. اكيد سمير ادى لحضرتك فكره انا موجود ليه النهارده هنا. انا يشرفني اطلب ايد بنتكم الست عبله. الشرف لينا يا ابني، بس الراي المهم هو راي العروسه. أكيد طبعا. طبعا اسمك. تفضل يا مستر. تسلم ايدك. يلا بقى، شكلك حلو والله. يلا استني يا نور بس والنبي. مين يا نور؟ ده تريكا. تريكا؟ ايه يا بنتي كل ده؟ فين بلبلة؟ اللهم صل على النبي. ده ايه الجمال ده؟ يا بختك يا عم اكرم. جاهزه ولا لسه؟ مش عارفه. طب بقول لك ايه؟ انا هاخدك من ايدك كده، هنعمل زي الافلام الاجنبي بالظبط، هخش عليهم ايدي في ايدي، كان انا ابو العروسه يعني. تمام؟ هاخدك اسلمك العريس. ماشي. يلا بينا؟ يلا. وانا كمان. يلا بينا. اهلا وسهلا يا ابو. اهلا بيك. ازيك يا عبله؟ الحمد لله يا مستر. يا الحمد لله. متشكره قوي على الورد، يعني ما كانش له لزوم. ابدا، دي حاجه بسيطه. ده جاب شوكولاته كمان. طب اتفضل اتفضل اتفضل. هو انت مش تقعدي جنب العريس؟ معلش اطفال ابرياء. مستر اكرم عايز يجوزك يا عبله، رايك ايه؟ الراي رايك يا عم. ايوه، يعني انت موافقه يا بنتي؟ واضح انك موافقه، يبقى على خيره الله. طلباتكم ايه يا عبله؟ انا تحت امركم.